هذه حقهم البي ام بي تم نسبه هذا البي ام بي حقهم كان ابى حق الشغل احنا وين يقولوا عذابي العيال يلقطوا الغنائم. شوف العيال وينهم راح يقلوا على الغنائم، احنا ما نشيل غنائم. كفي يبرد القلب ان مدرعات المعالي تحرق قدامنا. الكتيبة الثاني من الاول 14 يوم سبت الاربعاء الصورات والاخبار النصر على قوات الشرعيه القائمه من شغله وقدامك الان على المحترم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احنا وين الكتيبة الاولى؟ حدثنا انت اليوم وين وايش اللي حققته من انتصار؟ اليوم ان شاء الله بندخل باتجاه شبوه ان شاء الله، وهذا النصر اليوم هذا مصير الغزاة اللي يريدوا يدخلوا عدن، هذا مصيرهم. هذا ايش اللي يحرق؟ هذا المدرعات، ثلاث مدرعات احرقناها هنا في هذه المواقع. بي ام بي ثلاث بي ام بي ودبابه الرابعه دبابه، وهذا مصيرهم الغزاة من الان.